انطلقت عند الساعة 1 ظهرا انتخابات النادي الفيصلي لاختيار الرئيس الجديد للنادي وأعضاء مجلس الإدارة، وانحصرت المنافسة في الانتخابات على كتلة الفيصلي وطن برئاسة المهندس نضال الحديد وكتلة أبناء الزعيم برئاسة سليمان العساف. وتعتبر انتخابات الفيصلي تاريخية بعد سنوات طويلة كانت يحسم فيها مقعد الرئاسة بالتزكية، ويبلغ عدد الأعضاء الذين يحقون لهم التصويت أكثر من 2000 عضو، وذلك بعد فتح باب الانتساب لعضوية النادي سابقا. وتعول جماهير الفيصلي كثيرا على هذه الانتخابات لإفراز الرئيس القادر على قيادة الفريق في الفترة المقبلة، خاصة وأنها ستشهد أولى مشاركاته في دوري أبطال آسيا. هذا يوم تاريخي، بنشكر جهود رجال الامن العام، بنشكر ابناء الهيئه العامه اللي انت شايف كلياتهم اخوان، ما في فرق بيناتهم، الكل بسلم على الكل، والكل برحب في الثاني، والكل بقول احنا اي طرف بنجح احنا في النهايه كلياتنا ورا الفيصلي، لن نتخلى عنه. الحمد لله، هذا عرس وطني وهذا نجاح للكره الاردنيه بشكل عام. وانتخابات دائما بتكون من نادي الفيصلي، طبعا هذا الجمهور الذواق، الجمهور الكبير اللي ان شاء الله مين ما عندنا احنا خاسر، الكل ناجح، راح يكون الكل بخدمة النادي الفيصلي من رئيس لأعضاء لجمهور، كلياتنا بخدمة هذا الشعار. هاي الأجواء الديمقراطية وهذا العرس الوطني، الانتخابات، النادي الأول في المملكة الأردنية الهاشمية النادي الفيصلي، هذه أولى أولويات النجاح للأندية الأردنية والكرة الأردنية. هذه الأجواء الديمقراطية اللي ربما للمرة الأولى نشهدها على مستوى الأندية، هذا التكاتف، الجمهور بغض النظر يعني مؤازرتهم لأي مرشح أو لأي كتلة، الناجح هي الأندية الأردنية والكرة الأردنية. العرس الديمقراطي الرياضي الوطني بامتياز. طبعا بوجه الشكر لكل القائمين على هذا العرس الديمقراطي، وألف تحية لرجال الدرك والأمن اللي هم طبعا بحافظوا على النظام وعلى الأمن في بلدنا الحبيب. وأنا أتوقع يعني أنه أي شخص بيكون ناجح إحنا كلنا ناجحين. ربنا يجيب الأفضل، سواء رئيس يكون الأفضل والأعضاء يكونوا الأفضل. أنا ما عن قدري إن شاء الله، نتمنى أول شيء الفوز، اللي بيشتغل لمصلحة نادي الفيصلي، والحمد لله رب العالمين، الكل أكيد بيشتغل لمصلحة نادي الفيصلي كونه نادي وطن. عرس جماهيري اليوم بمعنى الكلمة، أعداد غفيرة من أعضاء الهيئة العامة يقومون بالتصويت للأفضل والأحق، ونتمنى الخير للجميع. وبالنهاية يعني هو نادي الفيصلي يجب أن يكون الرئيس والأعضاء على كفاءة عالية، والغلبة إن شاء الله للأفضل. طبعا عرس ديمقراطي، ما في خسران، الفائز هو نادي الفيصلي، نادي الفيصلي نادي وطن. ولمتابعة آخر التطورات معنا من قلب الحدث الزميل محمد قدري حسن. جمهور كبير حاضر لمتابعة هذه الانتخابات وترتيبات أمنية وترتيبات استثنائية من قبل وزارة الشباب والأجهزة المعنية. لكل هذه الاستفسارات سيكون معنا الدكتور ماجد العسيري مساعد أمين عام وزارة الشباب رئيس اللجنة المشرفة. يسألون متى وأين وكيف ستنتهي هذه الانتخابات. شكرا أخي محمد، يعني حقيقة الوقت المحدد هو الساعة 6 مساء، 5 ساعات بدءا من الساعة 1. إذا ما رأينا أن هناك إقبال على البوابات الخارجية سأقوم بالتمديد لساعة إضافية حتى نمكن الجميع من المشاركة بهذا العرس الديمقراطي. ليش حتى الآن؟ يعني حقيقة أعلننا من قبل تقريبا ساعة كانت النسبة 47%، أعتقد أنه الآن 47% يعني 1000 تقريبا، الآن تقريبا يعني قفزت إلى إن شاء الله لفوق 60 أو 65%. تجاوب الكتلتين، تجاوب هذا بالتأكيد، هذا إنجاز كبير لجماهير النادي الفيصلي ومحبين النادي الفيصلي، أن هناك إرادة حقيقية لاختيار مجلس إدارة للسنوات الثلاثة المقبلة. متى ستعلن النتائج؟ يعني حقيقة احنا إذا ما أنهينا الساعة 6 مساء ولم يتم هناك عملية تمديد، نحتاج إلى نصف ساعة لإخراج جميع الأعضاء حتى نتأكد أنه لم يعد هناك إلا المرشحين المندوبين. نبدأ عملية الفرز مباشرة من أماكن الصناديق، وتحتاج إلى ساعتين إلى ساعتين ونص. كوادر وزارة الشباب حاضرة منذ عدة أيام. 100%، احنا تحضيراتنا إشي يليق بنادي الفيصل، بده تحضيرات أنيقة، وأدخلنا كثير من الإجراءات التي تضمن أن ما يوضع في الصندوق هو ما يخرج على اللوحة، ولا نحرم أي مرشح من صوت أدلى به الناخب. أي ترتيبات كبيرة، كوادر وزارة الشباب بتوجيهات معالي وزير الشباب محمد النابلسي، من أسبوعين تقريبا نحن نرتب ونعيد لهذا اليوم الديمقراطي وهذا العرس الديمقراطي 100 شاب
تقريبا يعملون على هذا المحفل اليوم الديمقراطي. هذه أكبر انتخابات في تاريخ النادي الفيصلي بالتأكيد، ونتمنى أن تتكرر هذه الانتخابات وأن تتجذر القيم الديمقراطية وقيم الانتخابية لدى جماهير النادي الفيصلي بدءا من هذا اليوم. هذا يوم تاريخي للنادي الفيصلي، ويستحق النادي الفيصلي أن يكون لديه انتخابات شبيهة بها. تقريبا أي ساعة سيعلن الرئيس الجديد للنادي الفيصلي؟ يعني تقريبا نحن نتوقع بين 10 و11 تقريبا إن شاء الله سيتم إعلان الرئيس الجديد والأعضاء الجدد للنادي الفيصلي، واللي نتمنى أن تكون إرادة هي ترجمة لإرادة الهيئة العامة للنادي. ما في انسحابات؟ فقط انسحاب واحد من الأسماء المرشحة، وتم الإعلان عنه خلال الهيئة العامة، أعتقد المنصور شيء زيه. شكرا لك دكتور. العفو يا سيدي. استاذ امين عام وزاره الشباب، وتحيه لكوادر وزاره الشباب ولك كرئيس للجنه المشتركه. شكرا. وايضا سيكون كنا في مقابله خاصه مع معالي المهندس نضال الحديد رئيس كتله فيصلي وطن، سيكون معنا من الكتله الاخرى من كتله ابناء الزعيم سيد احمد اكتشات. يعطيك العافيه ابو عون. اهلا. ما نمتوش من عده ايام. يعطيك العافيه. بالعكس، احنا الحمد لله كلياتنا سواء كتله وطن او كتله ابناء الزعيم، الهدف تبعنا هو الفيصلي. الهدف انه ان شاء الله يكون في مجلس اداره ان شاء الله قوي يساهم في مواصلة الزعامة ومواصلة البطولات للنادي الفيصلي. اليوم في حدث تاريخي بالنسبة للفيصلي، أنه من 90 سنة بعمر الفيصلي العمر الكبير، هذه الانتخابات يعني بتشهد العدد الكبير من أعضاء الهيئة العامة، بتشهد اهتمام كبير من الإعلام الأردني والعربي بهذه الانتخابات. بنتائج الانتخابات اليوم سنكون خلف أي إدارة موجودة بغض النظر من الموجودين، لأنه إحنا همنا الرئيسي مصلحة النادي الفيصلي، مش همنا لا أشخاص ولا إدارات تدير الفيصلي، بقدر ما همنا أنه الفيصلي يواصل تألقه يواصل ألقه وبطولاته إن شاء الله. قال لنا المعالي المهندس نضال الحديد أنه سيكون أول المباركين لسليمان عساف في حالة فاز سليمان عساف، وأنت تمثل الآن كتلة أبناء الزعيم، بينما نضال الحديد كنا في مقابلة خاصة حاولنا أن نصل إلى سليمان عساف، فوضك لتتحدث نيابة عن كتلة أبناء الزعيم. هو فوضني لأنه عنده ارتباطات الآن خارج القاعة، لكن احنا زي ما قلت لك من كلنا فائزون اليوم، كلنا فائزون. الفيصلي الاهم من جميع الاشخاص المترشحين، بالتالي ما راح يكون في منا اي شخص ان شاء الله يكون باتجاه اخر الا لدعم الاداره اللي راح تكون في قياده الفيصلي ان شاء الله.